السلام عليكم. اليوم حبيت نعرفكم على مشروع إنتاج الكهرباء باستعمال الغاز الطبيعي في ولاية الأغواط، حيث أنه فيه مشروع على مستوى بلدية حسرمل تابعة لولاية الأغواط أيضا. هذا المشروع يتكون من 3 محطات جملة، يعني واحدة قدام واحدة، تغلمت واحد وتغلمت 2 وتغلمت 3. المحطة الأولى اللي انتهت الأشغال بها فيها 200 ميجاوات يوميا، والمحطة الثانية تنتج 360 ميجاوات يوميا، وكذلك المحطة الثالثة اللي تنتج حوالي 600 ميجاوات يعني يوميا، والمجموع يعني يساوي حوالي 1100 ميجاوات اللي راهي يعني السعة تاع الإنتاجية نتاع المحطة الجديدة هذه في حاسرمل، واللي سوف يعني النتيجة نتاعها تكفي كل ولاية الأغواط بنسبة 100% من الاحتياجات نتاع الكهرباء، وخاصة بعد المشاريع الفلاحية الكبيرة التي عرفتها ولاية، ويعني المستصلحات الكبيرة والمستثمرات الفلاحية التي تم إنشاؤها على مستوى المحيط الزراعي نتاع ولاية الأغواط، واللي يعني رفع يعني مستوى الطلبات في مادة الكهرباء. إذا هذا المشروع نتاع إنتاج الغاز نتاع حاسرمل سوف يكون له يعني ديرو طومبي بينيفيك بور يعني لاغريكولتور نتاع الولايه، وكذلك بالنسبه للحقول الغاز والبترول في حاسرمل. اذا مبروك للمشروع هذا الضخم نتاع 1100 ميجاوات اضافيه للنسيج نتاع الكهرباء، يعني النسيج نتاع الريزو يعني تاع انتاج الكهرباء على مستوى الوطني. اذا شيء مليح بالنسبه للولايه وبالنسبه للمنطقه نتاع الجنوب الشرقي للجزائر. والسلام عليكم.